اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي سعادته بمشهد اصطفاف المصريين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وهو ما يعد دلاله واضحه لكل متابع في الداخل او في الخارج عن حيويه وفاعليه المجتمع المصري. واعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبه اعلان فوزه بالانتخابات الرئاسيه 2024 عن عظيم تقديره وامتنانه لكل المصريين الذين شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق، والذي تواجه فيه الدوله حزمه من التحديات على المستويات كافه. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم اتحدث اليكم اليوم وقد غمرتني السعاده بمشهد اصطفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين فالاستحقاق الانتخابي الرئاسي وهما يعد دلاله واضحه لكل متابع في الداخل او في الخارج عن حيويه وفاعليه المجتمع المصري بكافه اطرافه وفئاته ويؤكد على ان اراده المصريين نافذه بصوت كل مصري ومصريه ذلك المشهد الذي تابعته عن كثب ويدفعني لان اعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين الذين شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق والذي تواجه فيه الدوله حزمه من التحديات على كافه المستويات ياتي في مقدمتها تلك الحرب الدائره على حدودنا الشرقيه والتي تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلوله دون استمرارها بكل ما تمثله من تهديد للامن القومي المصري بشكل خاص وللقضيه الفلسطينيه بشكل عام. وكان اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من اجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الانسانيه. وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفتره رئاسيه في مشهد حضاري راق. تضافرت فيه جهود الدوله حكومه وشعبا ليخرج بهذا المظهر المشرف والذي لم يشهد أي تجاوزات أو خروقات أمنية على الرغم من هذه الحشود غير المسبوقة أبناء مصر وبناتها أقول لكم بالصدق المهود بيننا إنني أدرك يقينا حجم التحديات التي مررنا بها وما زلنا نواجهها كما اؤكد ادراكي بان البطل في مواجهه هذه التحديات هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للارهاب وعنفه وتحمل الاصلاح الاقتصادي واثاره وواجه الازمات بثبات ووعي وحكمه واجدد معكم العهد بان نبذل معا كل جهد لنستمر في بناء الجمهوريه الجديده التي نسعى لاقامتها وفق رؤيه مشتركه تجمعنا. دوله ديمقراطيه تجمع ابنائها في اطار من احترام الدستور والقانون. وتسير بخطوات ثابته نحو الحداثه والتنميه. قائمه على العلم والتكنولوجيا. محافظه على هويتها وثقافتها وتراثها. تضع بناء الانسان في مقدمه اولوياتها وتسعى لتوفير الحياه الكريمه له تمتلك القدرات العسكريه والسياسيه والاقتصاديه التي تحافظ على امنها القومي ومكتسبات شعبها هذه مصر التي نحلم بها جميعا وهؤلاء هم المصريون الذين يحدوهم الامل في بناء وطن عظيم، وساكون صوتهم جميعا مدافعا عن حلمهم لمصر، وسنستكمل حوارنا الوطني بشكل اكثر فاعليه وعمليه، مستفيدين من تلك الحاله الثريه التي شهدتها العمليه الانتخابيه، وهو ما افرز تنوعا في الافكار والرؤى. ناتجا عن تنوع المرشحين واتجاهاتهم السياسيه ومن كل قلبي اتوجه لكل المرشحين المنافسين بتحيه واجبه على ما قاموا به من عمل عظيم واداء سياسي راق يمهد الطريق امام حاله سياسيه مفعمه بالحيويه والتنوع ابناء مصر الكرام ان فخري بكم لا حدود ولا نهايه له واختياركم لي في مهمه قياده الوطن هو تكليف اتحمل امانته امام الله عز وجل وامامكم وسيشهد التاريخ به وكم ازداد فخري وانا اشهد بعين متامله جموع الشعب المصري تعبر عن نفسها في المقدمه كان شباب مصر يعبر عن نفسه وعن حيوية مصر ومستقبلها وكالعادة والعهد تثبت المرأة المصرية مرة أخرى بأنها صوت الضمير الوطني المعبر عن صمود وسلامة أمتنا كما كان عمال مصر وفلاحوها نموذجا للوعي والإرادة ويأكدون مرة أخرى على أنهم صناع المستقبل وزارع الأمل والشكر موصول لجيش مصر وشرطتها وقضائها، الذين امنوا واشرفوا على خروج هذه الملحمة الوطنية بتلك الصورة التي استدعت الفخر والاعتزاز. وفي نهاية حديثي اليكم أؤكد أنني كما عهدتكم رجل مصري نشأ في أصالة الحارة المصرية العريقة، انتمي إلى المؤسسة العسكرية ولا أملك في مهمتي التي كلفتموني بها سوى العمل بكم ومن أجلكم. لا أدخر جهدا ولا أسعى سوى لإرضاء الله تعالى وتحقيق آمالكم وتطلعاتكم. إن اختياركم لي لقيادة الوطن إنما هو أمانة. أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد. فلنعمل معاً لاجل مصرنا العزيزه وبقوه شعبها واصطفافه الوطني دائما وابدا وقبل كل شيء وبعد كل شيء بالله سبحانه وتعالى تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته